ميدانيا من دمشق مع ديما الشامي مراسلة شبكة شام الإخبارية، أي تطور على الصعيد الميداني حتى اللحظة؟ نعم، يعني أبدأ طبعا بتبعات مجزرة الكيماوي على الغوطة الشرقية التي يعني قام النظام بارتكابها سابقا. يعني حتى لحظة هناك معاناة على هذا الصعيد. البارحة تم استخراج يعني من مدينة زملكة عدد من الشهداء يعني من منازلهم، كانت أبواب مغلقة عليهم يعني ولم يعني استشهدوا بدون أن يخرجوا أصلا من منازلهم وهم نائمون. أكثر من 28 شهيد هؤلاء البارحة من زملكة. ايضا يعني حاول النشطاء دفن الشهداء في مقابر جماعيه في الغوطه الشرقيه، في زملكه، في عين ترما، في عربين، واعداد من الشهداء كبيره جدا. يعني في زملكه وحدها اكثر من 832 شهيد. هناك ايضا موضوع يعني تبعات هذا المجزره هو موضوع الشهداء المجهولي الهويه وايضا المفقودين من العائلات. يعني عائله مثلا باكملها لم يعد يعثر افرادها على بعضهم بسبب هول هذه المجزره، بسبب توزع الشهداء والإصابات على النقاط الطبية المحيطة بالمناطق التي ضربت. يعني حتى اللحظة هذه المجزرة هي يعني الكارثة الأكبر ربما التي حدثت في الغوطة الشرقية. زملكة طبعا وعين ترما مدن أشباح أصبحت. هناك تخوف أيضا إضافة إلى يعني تبعات المجزرة على الريف، هناك أيضا تبعات على دمشق. يعني نؤكد أن هناك حركة نزوح شهدتها المناطق القريبة من حي جوبر، يعني المنطقة التي ضربت بالكيماوي، وهو ما لم يكن ربما يتوقعه النظام، حركة نزوح من ساحة العباسيين من شارع فارس الخوري وامتدت إلى منطقة القصاء، حركة النزوح ومنطقة تابتوما. يعني هناك حركة نزوح كبيرة، تخوف جدا من السكان في المنطقة بسبب هذا الاستخدام للنظام يعني الغير مدروس للكيماوي بسبب الأعداد الهائلة من الشهداء والإصابات في العاصمة. هناك أيضا عدة تطورات يعني على صعيد آخر في حي جوبر الذي يتعرض لقصف متواصل أيضا منذ الصباح اليوم، غارتين بطيران الميج وسقطت أكثر من 4 صواريخ أرض على الحي، إضافة إلى القصف بالراجمات والهاون أيضا صد. نعم، فقط سأكتفي بهذا القدر أيضا لضيق الوقت. من دمشق ديما الشامي مراسلة شبكة شام الإخبارية، شكرا لك.